وزينة القلوب حبيب قلبي. وحشتني يا وزينة. عامل ايه؟ وحشتني يا وزينة. انت كمان وحشتني قوي. عليك يا قلبي. حلو. ايه اللي جايبك اخويا جوه؟ مين جاي له في مصلحة يا زينة؟ مصلحة؟ مصلحة ايه؟ لا مصلحة عليوي. تلاقيها من الجامعة يا عم الترميز. وانا بعمل كل ده عشان بينا زينة وعشانك انت يا حبيبي. وانا سبت قرار الكهرباء وشغل الكهرباء ودخلت قرار الحشيش ليه؟ وعشانك انت يا عسلة. ايوه كده اضرب لك بقى ضربتين ثلاثة خلينا نقب على وش الدنيا يا رب. مين يا بنت؟ ده طلعت الكهربائي عايزة وقفت تتسمري معلي على الباب. خش يلا جوه. خشي عمي وعم عيالي طول بك كبير. ازيك يا برنس؟ عايز ايه يالا؟ عايزك في مصلحة. مصلحة ايه؟ انت هاجي من وراك مصالح. قولي الاول حليت مشكلتك مع الحاج سيد ولا لا؟ يا عم ده راجل مجنون. بعد ما اسست له الكهرباء وخلصت شغل الكهرباء خالص جاي بيتلكك لي في المصنعية، وبعدين ده بيسرقني في مترين سلك. سيبك انت من العائق ده كله. في ايه يا ابني مالك؟ انا عايز فرش حشيش. عايز ايه؟ فرش ايه؟ يا برنس يعني وانا عايز فرش سرير؟ فرش حشيش. انت مصون ياد ولا ايه؟ مالك؟ يا برنس البضاعة دي لزبون متريش قوي. الزبون المتريش ده عرفته منين؟ صاحب ناس صحابي في الجامعة، بس هو في الجامعة برضه، بس الجامعة الأمريكانية. بس أبوه بقى إيه يا برنس؟ متريش قوي. فلل إيه وعماير إيه وألماظات وياقوت. خلاص خلاص يا عم علي بابا. اسمع يا حبيبي، الفلوس حاضرة أشتغل معاك، لكن فنجرة البق دي أنا ماليش فيها، فاهم؟ يعني انت بعدك حضرة؟ بقول لك اسمعني كويس، معاك فلوس تجيلي وما تطلعش هنا، تستناني تحت، ترنيني على الموبايل، انزل لك استلم منك الفلوس اسلمك اللي انت عايزه، فهمت؟ ولا اقول لك تاني؟ عمي وعمي خلاص يالي. انت بتعلدت وعجني قوي. عمي وعمي القلوب ياكش تولع. ايه؟ تفضلي قاعدة ساكتة كده ولا ايه؟ فيش أي لغة ما بيننا؟ عايزني أقول لك إيه يعني؟ أي حاجة، أي حاجة يعني. قول بحبك، قول كرهتك، أي حاجة تضطر بيها القعدة. والله أنت فايق ورايق، ولا حاسس بأي حاجة. هو في إيه بس يا حبيبتي؟ هو يعني في حاجة أنا ما أعرفهاش. صحيح، أنت ما جيتيش النهاردة ليه؟ مش عارف ليه؟ عشان أنا بقيت في سنة رابعة وحضرتك لسه مبلط في سنة تانية. إيه ده؟ أنا لسه في سنة تانية؟ لا ما تهرجيش. في تاني بجد؟ اي طب عادي يعني، ايه المشكله؟ مالك في ايه يا ماجد؟ يا ماجد لازم تفكر فيا شويه. هو انا بفكر في حد غيرك يا ولية؟ يا ولية انا بصحى من النوم الصبح ما بشوفش حد غيرك، بجري من البيت ابو عيله اوفر ده واجي لك على الجامعه عشان اشوفك بقى بعيد عن اهلك من غير ما يقولوا لك رايحه فين وجايه منين وقاعده مع مين، واقعد معاكي وتبقى القعده طريه وزي الفل. مالك في ايه؟ وبعدين يا ماجد يعني انا السنه الجايه هتخرج وانت هتفضل مبلط كده جنب اصحابك الحشاشين؟ رجعنا بقى للاسطوانه السوداء دي. هو في ايه الحوار بتاع كل مره يا ماجد؟ انا متقدم لي عريس جديد، ايه رايك بقى؟ خلاص رايي ايه يعني؟ هتطفشيه زي كل مره كالعاده؟ وانا لحد امتى هفضل اطفش في عرسان ما يترفضوش؟ لحد لما تبطلي تحبيني، ما تشوفنيش في عينك الجميله دي. ما انت عارف ان انا متنيله بحبك. طيب ما يعني متنيله بحبك؟ ده ينفع ما اطلع اغنية تصدقي؟ يا سلام. متنيلة بحبك ومزفتة بحبك. بقول لك ايه؟ انت قلت لي ان انت كتبت لي اغنية جديدة مش كده؟ هو انا بكتب لحد اغاني غيرك؟ ارحميني بقى، حسي بيا. طب يلا قول بقى. متنيلة بحبك متزفتة بحبك برضه احبك حتى لو هلب. يا غلس قول بقى. بحبك كلمة بقالي كتير عايز اقولها لك بس الظروف مش مسامحة لان الموضوع يا نهار اسود. ايه؟ انا اتاخرت، ده بابا هيطعن عيشتي. قوم يلا يلا نقوم بسرعه. يلا نقوم بسرعه. ايه يا بنت؟ استني استني يا مجنونه. يلا بس استني. طب حاسب يا اسطى يا ريس يا الحساب. مش كنا خدنا تاكسي احسن؟ انا اتاخرت قوي. تاكسي ايه؟ تاكسي ايه؟ فين السي تي ايه؟ يعني المكيف؟ يعني الكنبه اللي ورا اللي تدفينا وتضمنا؟ ايه بقى؟ ايوه
وينا تعالي الله العظيم. استنى يا موزة تفكك من الواد العيال ده وتيجي تركبي معانا. ما تيجي يا شاب ده احنا هنريحوك يا قوي. الله عليك يا امور تريح تعبيط يا ولا ايه؟ امشي على وادي. تعالى هنا بس. عاجبك اللي بيحصل ده؟ يلا يا كبير يا كبير ما تشوف العيال دي يا كبير. يلا انا لازم اروح، انا هاخد تاكسي. تاكسي يا بنت؟ تاكسي ايه؟ معيش فلوس انا. خلاص انا اللي هحاسب بقى. يا دي منينة؟ اقف يا عم، اقف يا عم الحاج. يلا اتفضلي. انا رايحوك يا شفتي خافوا مني ازاي؟ اترعبوا جري وقتي. خافوا منك فعلا. انا شاعر من طريقه كلامك ان في مشاعر مش موزونه صح؟ مفيش حاجه. طيب صحيح هتيجي الجامعه بكره؟ ان شاء الله. هيك بقول لك ايه، انا هنزل هنا بقى احسن حد يشوفنا واحنا نازلين مع بعض من التاكسي. ماشي ماشي على جنب والنبي يا اسطى. عمي وعم عيالي وخال ولادي واختي. يا ايوه باشا. ازيك يا قطه؟ ازيك يا برنس؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار حبيبي؟ حاجه زي الفل، بس انت جرب. برنس فين الحاجة؟ ايه لؤي في ايه؟ خمس دقايق ورد الفلوس والحاجة تكون عندك بعد خمس دقايق. الله. سوسو قلبي بيوجعني قوي، مش ناوي بقى تدخلي المستشفى. دخل عليك ياخد اجلك يا بعيد، يا برشامجي، يا حشاش، يا المامة. وانا كلمتي؟ كلمك عزرائيل ان شاء الله. عاكس بنت حتيتي يالا، انا اعلمك الادب. معلش يا سوسو، حقك عليا. واد قليل الادب ومش متربي. بس انا هربيه. ده انا ربيه وربي اللي يربيه. ماشي يا سوسو. انت الواحد ربنا يتوب عليه. حتى المامة. نعم. لا يا جدع مش قوي كده. نهار قرفة بالجنزبيل يا بوب المنطقة. قول لي يالا، انت جاي لوحدك؟ الزبون في العربيه على الناصية. بقول لك ايه، خد عد دول. المبلغ كله ولا هتعمل عوق؟ 3200 جندي من الاحلحين وبيضربوا لك احلى تعظيم سلام. بص قول لي يالا، الزبون ده وقعت عليه فين؟ عيب عليك يا برنس، الحظ لما بيأتي بيخلي الاعمى عجلاتي. الواد بتاع الجامعه الامريكانيه اللي قلت لي عليه قبل كده، هو ببقه بعينه بمراخينه بخلقته. يا برنس عايزين نظبط الدنيا بقى، وحياه ابوك ده احنا بقينا في عصر الافتتاح الاقتصادي. اسمعني كويس، اوعى الزبون ده يطير من ايديك، فاهم؟ عيب عليك يا برنجي. طب يلا خد خلص نفسك بسرعه. يلا ايه يا ابني اللي انت فيه ده؟ ماشي تلفت حواليك ليه؟ مش حال بتديل من على الناصية وانا شايفك بعناية. الحاجة معايا. ما انا عارف انها معايا. هات الحاجة. خد اهي. هي دي الحاجة؟ متخافش قوي كده. كده المصلحة معاك ها؟ خلاص. فيها طلعت؟ انت فعلا أول مرة تشيل فرش؟ عيب عليك يا لولو، عليا النعمة. أنا أجدع واحد في جمهورية مصر العربية دي يشيل فرش. مش باين يعني. شفت فيلم أحمد زكي بتاع الإمبراطور؟ شفت. العبد لله. طب خلي بالك بقى عشان ده اتقتل في آخر الفيلم. إيه؟ يا جدع أنت مش هو اللي اتقتل. ده التاني محمود حميدة. لا يا راجل. يا عم ده تلاقيه فيلم تاني. سلام يا طلعتي. سلام يا لولو. نورت الدنيا يا برنس. شرفت يا ملك. تعالي بقولك
بنت هو كل اللي اتكلم معاك تتخانقي معاه؟ راحة فين؟ تعالى اوصلك. مشواري بعيد قوي. احسن برضه. هو ايه اللي احسن ده؟ عشان نعرف ناخد ردي مع بعض. يلا اركبي. يوه ما تطلع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتتحولي ولا ايه؟ اموت انا في المشي البطال. معاك لبان يا عسل؟ معايا كل حاجه، بس انت تقول اه وتلاقيني تحت امرك. طب اه بس توصلني بعد كده للكبير اللي انا بشتغل فيه في شارع الهرم. شارع الهرم، شارع شبرا، انا جاي معاكي في اي شارع، انت بس تقول اه. انما انت ليه شغاله يعني في شارع الهرم؟ ما كده اسهل لك. اصلي يا اخويا ما لقيتش وصل عشان اطلع مضيف الطيران، قلت اشتغل مضيفه برضه بس في كباريه اسهل لي. العب قوي. هو فاكر ان في حد يقدر ياخد كرسي المجلس مني؟ ده نقتله. مين ده اللي هتقتله يا ابونا؟ خالد انت خلاص مسافر على الجامعه؟ الدراسه بدات النهارده. ربنا يوفقك يا ولدي، ان شاء الله ترفع راسنا وتجيب اعلى شهادات. الحمد لله يا ابويا، انا بنجح كل سنه بتفوق عشان خاطرك. انت بتنجح كيف؟ اه وما شفناش في يدك كتاب. ماني بذاكر في مصر يا عم. زي الثانويه العامه اللي خدتها في 3 سنين. في الثانويه العامه كان المدرس مستقصدني، انما في الجامعه انا بدرس للدكاتره. ايه وبعدين يا هاشم، انت ايش عرفك في المدارس والعلامة؟ والله حكايه التفوق دي ما هي داخله دماغي. عايز حاجة يا ابوي عشان الحق القطر. سلامتك يا ولدي. كلها سنة وتتخرج من الجامعة وتبقى معايا في كل حاجة. وأهم حاجة يا ولدي كرسي المجلس. عايزك تورثه من بعدي. ربنا يديك الصحة يا ابوي، ما تقولش كده. ربنا يوفقك. وعاوزك كل خميس تيجي هنا. حاضر يا ابوي. سلام يا ابوي. بالسلامة يا ولد. سلام يا عمي. سلام. الجامعة خلت الوقت طارق كده ليه؟ مسك يا خالد. عندك امر. بسم الله. تسلم ايدك يا ست الكل. اهلك يا حبيبي. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من الوكل. يما انا رايح مصر مش رايح جمصة. اها ده شوية وكل حلوين تتجود بيهم، وبعدين انت بتنزل مصر ما بتاكلش وبترجع لي زي البوصة. وماله يما؟ على اقل العيال تدعي لك. بس كده؟ طب استنى ما ازود لك الوكل. كده زين يما، زين. بقول لك يا حبيبي، بص لعلامك وبلاش تعب كتير في الفجر ده، اسمه ايه التمبيوتر ده، عشان تنجح السنه دي ان شاء الله. حاضر يا ام، ادعي لي انت بس. ادعي لك يا حبيبي، ان شاء الله اللي قدامك ما يسبقك واللي وراك ما يلحقك، ووقف لك ولاد الحلال يا خالد يا ولد بطني. اتوحشك يا ام. وانا كمان يا ولدي. سلام يا حبيبي. لا 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 لا، ده تحريك، ده مش ديفيليه. دول ما شافوش الديفيليهات بتبقى ازاي. انت شفتي التبتب؟ مغرق الدنيا. لا مش هروح تاني لديفيليه زي ده. والله. ايوه حياتي. لا يا حبيبتي، هو انا اقدر يا حبيبتي؟ وانت كمان والله وحشاني موت. ده انت بتوحشيني وانا معاكي. لا صعب، صعب قوي. خليها بكره، خليها بكره احسن. عشان اوحشك. وبعدين ما تنسيش انا برضه بشوفك كل يوم. هاي حبيبي، تعشيت؟ اه يا مامي. هي روحي انت تعشيت؟ طب حلو. بقول لك يا مامي لو سمحت، حط التليفون ده في الودن تاني عشان عايز اقول حاجه في الودن دي. يا ابني مش سامعني، قاعده بتكلم مع طنط خديجه. خلاص بقى. طب عايز فلوس. امشي. لا ده ابني، ما انت عارفه لؤي. اه ما انا شايفه الصوره اهي قدامي. لا لا دي حاجه مسخره، شوف الفستان، شفت الفستان؟ عبيط. ايوه يا ابراهيم باشا. لا يا فندم.
واجب سيادتك محفوظ ازاي بقى؟ طب بقول لك يا بابا ما تعمل حاجه، احنا لازم نموت، احنا لازم نمد جسور الصداقه. جسور صداقه ايه يا بابا؟ والتعامل بين شركتنا وشركتكم يا بابا. انا محتاج فلوس يا باشا، ده شرف كبير قوي لينا يا فندم. يا بابا اصبر شويه، انت مش شايفني بتكلم في موضوع مهم يعني؟ بتتكلم في ايه؟ في ماده جسور الصداقه اللي مش فاهمها انا دي، يعني ايه ماده جسور الصداقه؟ يا ابني ده شغل ومشروع كبير، اسكت انت بس. بقول لك انا محتاج فلوس، انا لؤي، لؤي اللي ما بيلوكش وما بيتكلمش مع مامي وما بيقولش. اسكت اسكت، خلي كلامنا خفيف عليهم، اسكت. خد اتفضل حبيبي، اتفضل. طول عمرك برنس، اسبوع على خير. طب انا ايوه يا ابني بيدرك. يا ابني ده حوار فاكس اصلا. لا يا واد، انت تعملهم عليا. باي باي دلوقتي. كبس كبس. اي شيرو لو اي خضتني. تعملي ايه؟ ايه بلعب زي ما انت شايف. اسكتي. دخلت عليهم لقيت كل واحد فيهم ماسك تليفون، حسيت ان انا في سنترال فجاه. والافيه بقى والله حسيت ان هما بيتكلموا بعض، بس كل واحد في حته. بتعملي ايه؟ بتلعبي يا بنتي وسايبه مذاكرتك؟ لو اي اتس نوت بيزنس بليز. لا والله. لا شاطره، بتعرفي تتكلمي انجلش. اسم الله عليك، انت اللي بتنجح كل سنه يا فاشل. غصب عنك. طب يلا امشي بقى، امشي. ماشي. عايز حاجه؟ لا لا بجد والله. لا يلا امشي بقى. خلاص بقى خير. انت يا ايوه يا ابني، وفي غيره؟ فكك فكك، خلينا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه بكره؟ يعني الذين ده يبقى يوم جامد.